نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، افتتح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ويعد حدثا عالميا بارزا ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والوعي بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقمي. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة في حفل الافتتاح. يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعا، ومملكة البحرين ستستضيف المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتحول إلى النظم الرقمية في تقديم الخدمات ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفق معايير دولية تعمل على تعزيز الأمن السيبراني. ويشرفني في هذا المقام أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله راعي المؤتمر وتمنيات سموه بتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يمثل انعقاد هذا المؤتمر خطوة استراتيجية تعكس التزام حكومة مملكة البحرين بتعزيز الاستدامة الرقمية وحماية البيانات في عصر التكنولوجيا الحديث. الحضور الكريم، يأتي هذا المؤتمر في إطار العمل الجماعي من أجل تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية الإلكترونية، حيث تبقى سياسة المعالجة للهجمات السيبرانية لصالح الكفة التي بيدها زمام المبادر لشن هذه الهجمات، بينما تظل إجراءات الحماية الإلكترونية التي تتخذها الدول عرضة للاختراق في أي وقت. وكما تعلمون فإن الهجمات السيبرانية تشن يومياً في العديد من دول العالم، يتم التعامل معها من قبل أجهزة الحماية تلقائياً، ولكن هناك العديد من الهجمات السيبرانية المؤثرة التي تعرض حياة ومصالح الناس للخطر خاصة، وإنها تنطلق بسرعة وبشكل مفاجئ وبدون مقدمات ومن مواقع مختلفة من العالم. وما يزيد من خطورة الأمر أن تلك العمليات يتم تنفيذها في الغالب من قبل عدد محدود من الأفراد، وقد تكون بقصد التخريب أو الابتزاز أو غير ذلك. وعليه فإن العلم الذي أوجد هذه التقنية الإلكترونية المؤثرة كفيل بمعالجتها، خصوصاً وإن الوضع بشكل عام بحاجة إلى معالجة شاملة من خلال وجود استخبارات إلكترونية دولية متطورة لديها إمكانيات تحديد مصادر التهديد فور حدوثها. ويجب ألا يشعر منفذو تلك الاعتداءات الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية بأنهم بعيدون عن العقاب. الحضور الكريم، لقد أصبح العالم بحاجة إلى فضاء إلكتروني مستقر تستفيد منه البشرية في التعامل مع تحدياتها للعيش في يسر ورخاء. فالأمن السيبراني ليس مجرد مصطلح تقني، بل هو جزء من الاستراتيجية الوطنية لأي دولة تتطلع إلى مستقبل آمن. فرغم كل المنافع التي حققتها التكنولوجيا
إلا أنه من جهة أخرى قابلتها العديد من التحديات، ويبقى تحقيق الأمن السيبراني هو التحدي الأكبر والأهم. وهذه ليست مهمة الخبراء التقنيين فقط، بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا بد أن تتكاتف الجهود، وبدءاً من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وصولاً إلى الأفراد، من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية. وفي الختام، يسعدني أن أعرب عن شكري وتقديري للمتحدثين في المؤتمر، وللمشاركين في المعرض، والقائمين على الإعداد والتنظيم، آملاً أن يوفق المؤتمر في تقديم الأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز الأمن الرقمي وتقوية القدرات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وبناء مستقبل أكثر أماناً في عالم الإنترنت، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويناقش المؤتمر في نسخته الثانية والتي تعقد على مدى يومين حلول الأمن السيبراني المتطورة من خلال الجلسات النقاشية والورش التدريبية المصاحبة، حيث يقدم خبراء وقادة الأمن السيبراني من مختلف دول العالم جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية وجلسات تدريب على المهارات العملية والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعال، والعمل على تحسين حماية البيانات وشبكات والبنية التحتية الرقمية. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز الصمود الجماعي ضد التهديدات السيبرانية، وخلق بيئة رقمية أكثر أمناً للأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. ويستقطب المعرض المصاحب مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني بجانب الشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا، ويتضمن عرضاً لأحدث الابتكارات وأبرز الاتجاهات والتطورات في مجال الأمن السيبراني. ويعتبر المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني منصة أمنية سيبرانية عالمية لكافة الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ولجميع ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المشاركة.